وانت عندك كام سنه؟ كان حوالي 18 سنة. 18 سنة أنا آسف يعني شاب صغير جدا، مش هقول طفل بس بالزبط. شاب صغير جدا لسه مش عارف أي حاجة، مش هيعرف يعمل إيه. فخدت القرار بالزبط. ما قلتش بقى إيه أنا، لا يا عم بلاش، أنا هقلق أو أرجع القاهرة تاني. في غيرك مثلا يقول لك إيه، لا لا طب خلاص أنا هرجع بيتنا. أيوه. أنت قلت لا أنا هوصل. لا أنا من صغري والدي الله يرحمه ووالدتي وربوني على إن أنا دايما أخد أي مغامرة مهما كانت العواقب بتاعتها، لان انا كده كده هتعلم منها. ممتاز. لو ما استفدتش منها بس هتعلم منها فيما بعد. حلو. سافرت. سافرت بقى. وصلت هناك. اول ما وصلت بقى جمعتني قاعده كده مع النادي في الاداره مع الايجنت اللي هو روجير. قالوا لي بص مصطفى، مبدئيا كده انت مش هتبدا ان انت تدخل مع الفريق قبل 6 شهور اللي هو الفريق الاول. هتتمرن وكل حاجه بس لحد ما تبدا ان انت تنضج كرويا وتاخد على الجو في اوروبا. فبصراحه انا كنت وقتها لا، عندي طموح كبير جدا وعندي شغف مش قادر تصبر رهيب. فساعتها وانا قاعد وصلت لهم ان انا لا، انا هلعب من اول ماتش في الدوري. حلو. فبدات ان هم يستغربوا. هم عايزين يوصلوني للنقطه دي، ان يكون في تحدي بيني وبين نفسي. لعيب صغير جايبينه دافعين فيه حوالي 550 ألف دولار في بتروجيت، فأكيد إن إحنا ممكن، هو كان نادي استثماري أكتر يعني، كان ممكن نبيعه بمبلغ كويس. صح. فعقلية يعني عجبتهم. بس حصل دروب كبير جدا في بداية الدوري، إن أنا حصل لي إصابة بعدتني حوالي شهر ونص. كنت لعبت ولا لسه؟ لسه. ما لعبتش. كان في أول الدوري. كنت عملت معاهم البري سيزون، لقيت نفسي كويس جدا في التدريبات وفي الماتشات، والمدير الفني اتكلم معايا كويس جدا. في لعيبه من الفرقه دي معروفين دلوقتي او يعني كبروا دلوقتي من اللي انت كنت بتلعب معاهم؟ في لعيب بيلعب في ليل. مواليد 99. اعتقد اسمه ديفيد. سنتر فيرود. ده كان موجود وقتها. كان موجود. ماشي. واتباع حوالي ب 35 مليون يورو لنادي ليل، وهو دلوقتي في الدوري الفرنسي ودايما يعني بيسجل اهداف ومش كويس. فجات لك الاصابه. جات لي الاصابه بقى في بدايه السيزون. فطبعا اتضايقت جدا، ان كان عندنا ماتش اللي هو بروفا في اوروبا، بيعملوا ماتش كده كبير في الاستاد بتاع الفريق نفسه، كان اسمه جلامكو ارينا ضد ستراسبورغ الفرنسي. فطبعا انا كنت مخضوض، احنا بنلعب ماتشات وديه وكل حاجه، لكن الماتشات كانت خفيفه. كنا بنلعب فرقه عادي يعني. ستراسبورغ فريق كبير في فرنسا. فانا كنت مبسوط جدا. حلو. فالكوتش عمل تيمين، عمل تيم في الشوط الاول وتيم في الشوط الثاني. حلو. فانا كنت في التيم الشوط الثاني، فلما نزلت لعبت كنت بلعب 8. فكنا متعادلين، فكنت كويس جدا وكنت موفق، وجبت بنالتي للفريق بتاعي وكسبنا بيه 1-0. بعد الماتش على طول مدير فني حب ان هو يقعد معايا ويقعد مع الايجنت، فقال لي مصطفى انت موجود معايا في الماتش اللي هو ضد ستاندرد ليج في الاسبوع الجاي بداية في الدوري. الله. انت موجود معايا وبنسبه كبيره انت ممكن تبدا تكون في ال 11 لاين اب. هايل. فانبسطت جدا، ومستر جيري اتبسط جدا وبص لي وقال لي انا كنت عارف ان انت هتلعب. هايل. من اول الدوري، بس حبيت ان انا احطك في تحدي بينك وبين نفسك. هايل. قلت له تمام. فنمت بصراحه، صحيت لقيت عندي مشكله في عضلات بطني السفلى، مش قادر امشي، مش قادر اكح. الموضوع بدا يبقى فيه ذهول، مش فاهم انا عندي ايه. رحت النادي، اول ما رحت للدكتور لقيته بيقول لي طب لازم نروح نعمل اشاعه ونشوف ايه. رحنا لقيت عندي التهاب جامد جدا في عضلات بطني السفلى. ممكن اخفف قد ايه يا دكتور؟ يعني ما قلت ممكن 3 4 ايام. قال لي احنا يعني هناخد من شهر لشهر ونص يعني شغل. فطبعا ضايقت جدا، لعيب صغير عايش لوحده في بلجيكا. وكنت فرحان قوي كمان قبلها بيومين. كنت مبسوط جدا. ثقافة مختلفة هناك، جو مختلف، ريال فوتبول بجد يعني. كرة أوروبية، كرة حقيقية يعني. وانت في وسط الأجواء والجمهور والملعب. فقلت الحمد لله ما حصلش نصيب، وإن شاء الله يعني أرجع أقوى. ماشي. بدأت أتعالج واحدة واحدة. بعد أسبوع قلت لهم أنا كويس، وأنا مش كويس. بشوف فرقتي لعبت حوالي ماتشين في الأسبوع، إن هما في أوروبا طبعا أنت عارف كل 3 أيام بيلعبوا جيم. قلت لهم انا تمام وحاسس كويس جدا. فمدير الفني اتبسط، فقال لي طيب تمام خلاص، هم عندهم الكلمه سيف، هو صدقك خلاص. طالما قلت يبقى انت كويس خلاص. يبقى انت هتنزل الملعب ما تشتكيش. صح.
قلت له انا كويس جدا وتمام. عمل لي تيستات، دوست على نفسي في التيستات، قال لي تمام، دخلني سكور على طول، كان عندنا جيم فدخلني السكور. حلو. دخلت السكور وانا اصلا مصاب وطبعا بتمرن جامد وبدوس على نفسي، فالالتهاب عمال بيزيد تاني. يعني انا كنت ممكن اخف في 3 اسابيع، ما اوصلش لشهر ونص. فلقيت نفسي في قال لي قوم سخن، فقمت اسخن انا وزمايلي، مش قادر اسخن، الوجع جامد جدا بس الاجواء مخلياني عايز العب. ومش قادر ان انا استنى عشان خاطر انزل ملعب. فنادى عليا عشان ينزلني، قلت له كوتش سوري انا مش قادر. فاستغرب جدا جدا واتضايق، وتعبيرات وشه بدات يعني يبقى فيها غضب كده. قال لي ازاي يعني؟ قلت له مش قادر، كنا كسبانين فكان خلاص بقى ينزل يديني فرصه وابقى براحتي. قال لي خلاص ما فيش مشكله. تاني يوم بقى بعد الجيم خلص قال لي يا مصطفى انا عارف ان انت كنت عايز تلعب، بس انا ما اعرفش ان انت لسه تعبان، بس انت هنا في اوروبا، انت هنا لازم تغير عقليتك انك ما ينفعش تبقى مصاب وتنزل الملعب حتى لو هتقعد شهور كتير قوي. انا هنا بقى مش هقول لك انت لعيب راجل وشهم والكلام اللي احنا بنقوله هنا دوت، ده اتحمل على نفسه ولاعب وبتاع. لا، الكلام ده مش موجود هنا في اوروبا. هم عندهم التأني في الاصابه اهم بكتير من انك ترجع ويجي لك الاصابه تاني، خصوصا ان انت ما بتشوفش اصابات عضليه كبيره في اوروبا كلها. يوم ما بيحصل اصابه عضليه بتبقى 1% يعني، نادره كل فين وفين. صح. فالموضوع بدا ان هو يعلمني من هنا ان انا لما رجعت مصر بدات ان انا فعلا لما يحصل لي حاجه لا اخد وقتي جدا في الاصابه عشان لما ارجع ابقى كويس. صح. ما يحصليش الاصابه دي تاني وارجع اتعالج تاني. فبس من ساعتها قعدت اتعالج تاني لحد ما بقيت كويس. بعدين جالي معسكر مع المنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب، كنا اعتقد رايحين روسيا، كان عندنا ماتش ودي هناك، فكان اول معسكر ليا بعد الاحتراف. فكنت مبسوط جدا بقى ان انت لعيب محترف جاي المنتخب بتاعك، فليك الشيب بتاعك، الموضوع بيبقى فارق جدا يعني. وجيت تشوف اهلك برده في الزياره. فجيت، بس انا قبل ما اجي كان عندي مشكله في الباسبور والاي دي، اي دي كارد، ان انا كانتش لسه الاي دي طلعت، لان الاي دي كان محتاجين ورقه كده هنا كنت لازم انا اللي اجيبها، زي فيش وتشبيه كده وحاجات معينه. قالوا لي يا مصطفى ما ينفعش تسافر المنتخب، اعتذر لهم، ده ماتش ودي عشان خاطر انت عندك مشكله كبيره في الاي دي، فاحنا محتاجين ان انت تقعد والورقه دي تجي لنا هنا. فشرحت لهم، كنت خلاص اتقنت اللغه بشكل كويس جدا، قلت لهم انا ما ينفعش ان انا منتخب بلدي ايا كان اولمبي او صغير او اول يطلبني وانا ما اروحش حتى ولو فريندلي جيم. قالوا لي يا مصطفى بس ده في مشكله كبيره ليك، انك ممكن تقعد هناك فتره كبيره. قلت لهم اخر قرار عندي ان هروح المنتخب. حتى كلمت كابتن شوقي وجيت المنتخب، طبعا الفيزا خلصانه، سافرت روسيا، لعبت الماتش مع كابتن شوقي وظهرت بشكل كويس، رجعت من المنتخب قلت له كابتن شوقي ساعدني في موضوع ان انا اسافر عشان انا الفيزا بتاعتي خلصت، وفي السفاره في بلجيكا هم ما عندهمش ان انت لعيب بقى في جنت وان انت لازم ننجز لك الورق. لا خالص. فحصل ان انا الباسبور لما رحت سلمته في السفاره قعد حوالي 40 يوم. في 40 يوم دول انت بتتكلم في ان هم لعبوا حوالي 12 جيم. الموسم بيخلص هناك خلاص. انت بتتكلم. وبدانا عملنا دروب كبير جدا بقى فرقتنا. ونزلنا المراكز السابع والثامن، وهم دايما بينافسوا. صح. وهم في التوب فور في الدوري. صح. هوب المدير الفني اقال، مدير فني جديد جه عشان يلحق الفريق. الباسبور بتاعي خلص بعد 40 يوم، سافرت. لقيت نفسي مدير فني قال لي بص مصطفى انا ما اعرفكش وانت لسه ما لعبتش في الدوري. كنت لعبت حوالي 8 دقايق قبل ما اجي المنتخب في ماتش كده سيركل بروج، ظهرت بشكل كويس جدا. دول بس الفتره اللي لعبتها هناك يعني. قال لي انا لسه ما شفتكش، انت كورتك كويسه وكل حاجه، بس انا محتاج ان انا اركز على اللعيبه الجاهزه. قلت له خلاص ما فيش مشكله. بدانا الوضع فضل يزيد، بدات ان انا ما بلعبش وما بشاركش. فاتضايقت جدا. كنت لازم اصبر، انا صريح ان انا معترف ان كنت لازم اصبر، لكن في نفس الوقت كنت صغير فما كانش ينفع يتلام عليا. صح. لعيب صغير عايز مستعجل عايز يلعب. صح. فلقيت نفسي قلت له خلاص انا عايز امشي للنادي. قالوا لي ماشي لو عندك عرض تمام،
بس ما عنديش عرض لان لسه ما لعبتش بشكل كويس. صح. فمش ما عنديش اوفرز كبيره. صح. رجعت طلبت منهم، كلمت باشمهندس فرج بصراحه، وفكرت ان انا ارجع المع تاني زي ما كنت في الداخليه. تمام. فباشمهندس فرج يعني شخص قريب مني بتواصل معاه دايما، قلت له انا عايز اجي العب في النادي وعايز اظهر بشكل كويس عشان ارجع بلجيكا تاني. بصراحه رحب بيا جدا وكان مبسوط لانه كان عايزني اروح النادي قبل ما اسافر بلجيكا. ممتاز. بس قال لي طالما جاي لك اوروبا لا خلاص روح. أيه. ولو ما حصلش حاجه في اي وقت كلمني. أيه. رجعت لعبت مع سموحه حوالي 6 شهور. لسوء الحظ جالي لعبت حوالي 3 4 ماتشات، بعد كده جالي شرخ في انكل رجلي، فقعدت لاخر السيزون ما لعبتش فمصاب. فلقيت الموضوع بدا يبقى خارج عن مستوايا وخارج عن ارادتي، حاجه بايد ربنا، ربنا مش رايد. بعد ما السيزون خلص الرئيس النادي كلمني قال لي مصطفى شوف عرض عشان تمشي.